بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده موضوعنا هنتكلم عن التغذيه في الاطفال. تبدا التغذيه من اول يوم في حياه الطفل بحليب اسمه حليب الكولوستروم، اللي هو حليب لبن السرسوب. ده الاسم الدارج في الاوساط العاديه. اللبن السرسوب ده مهم جدا للاطفال من حيث المناعه، من حيث تنشيط المخ، من حيث بناء الجسم الفتره اللي جايه على مدى حياته كلها. الفتره دي بتمتد 28 يوم، بننصح فيها الام بالرضاعه الطبيعيه من اول يوم الى لحد اليوم، لحد السنه الاولانيه او السنه الثانيه على حسب حليب الام ما ربنا يرزقها ان شاء الله. تبدا المرحله الثانيه من عمر 28 يوم الى عمر السنتين الاولانيين. دي برضو بنهتم فيها جدا بالرضاعه الطبيعيه الفتره الاولانيه، وبعد كده الرضاعه المكمله بتبدا او الاكل المكمل بيبدا من الشهر الخامس الى السنتين الاولانيين. بيفضل ان يكون الاكل حاجات طبيعيه زي الخضروات، زي الزبادي، زي اللحوم، البيض وما شابه لحد سن سنتين.